أنا بشكر شركة المتحدة، الشركة الوطنية، على الدعم للبرنامج كابيتانو مصر، وهو من وجهة نظري الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط، اللي أنت في كل أنحاء مصر وكل محافظات مصر بتدور على عناصر جديدة بعد حلم الشباب، بيشوفوا محمد صلاح نجم كبير في الدوري الإنجليزي، الشباب المصري الصغير كله والأسر بقت بتحلم. تجربة مهمة جدا للشباب، وادت امل اكيد في المستقبل للناس اللي ما قدرتش تحقق فرصتها مع انديه. كان في لعيبه احنا شفناها في الاختبارات عندنا بعد التصفيات، لا لعيبه ممكن تبقى في انديه بشكل كبير. كنت بتمنى يبقى كابيتانو مصر دي على ايامنا واحنا بنلعب، لان فيها حاجات كتير جدا، اللعيب اتبسط، اللعيب بيتشهر قبل ما يلعب، بيطلع في التلفزيون. كابيتانو مصر يمكن دي تجربه فريده من نوعها، ودي حاجه كويسه جدا هتشجع كل الولاد بعد ما يشوفوها ان هم يشتركوا فيها ان شاء الله. تجربه حلوه، شايفه في لعيبه موهوبين وعندهم فنيات كتير، حتى الاولاد اللي ما عندهمش فرصه ان هم كانوا يلعبوا في الأندية دي فرصتهم الوحيدة. شفنا مواهب ممكن تبقى فعلا بكرة وبعده نجوم الكرة المصرية، يفيدوا الكرة المصرية ويفيدوا منتخبات مصر على مستوى الأعمار السنية المختلفة، وده اللي إن شاء الله بإذن الله قائم عليه برنامج كابيتانو مصر. يعني أنت عملت اختبارات في جميع أنحاء الجمهورية عشان اللعيبة دي، محدش ماضي في نادي، واللعيبة وفي لعيبة مميزة فعلا، بس محتاجة فرصة أو محتاجة حد بس ينصحها. دقائق على دخول أول فرقتين لأرض الملعب، المدربين خدوا أماكنهم واستعدوا لبداية المنافسة، أما باقي اللعيبة فبيجهزوا عشان يكونوا مستعدين لمباراتهم الأولى. أول تقسيمة، أول مرة نشوف اللعيبة في أرض الملعب، المدربين هيختاروا، متأكد إن هيبقى في دراما كبيرة جدا، لأن دول أحسن 144 لعيب في مصر، مواهب مش مقيدة في أي نادي، بس متأكد إن المدربين أكيد هيتخانقوا على شوية لعيبة. في صد هنا في ثانية. محمد أشرف عمل صد جامد. ها أنا لسه أنا من قيمهم من جوه الستة، ده رد فعل قوي. أه ده ما شاء الله عليك، كويس جامد عندنا، ربنا يكمل بس مش بقية الأجوان كلها. لا شوفهم كلهم طبعا كلهم جامدين، بس أنا مبسوط إن الكرة الوحيدة اللي جات له شالها. سيرفيس باك ده كويس. في كلام ما بين احمد الكاس وسيد معوض مع الترقيص على طول، بس لعيب كويس قوي. مش وحش يعني، لو شفنا ده لعب كويس قوي على فكره، انا مش عارف والولد الصغير ده كان رقم جديد كده. لسه 0-0، بس النتيجه مش مهمه، الاهم ان كل واحد يقدر يقنع كل واحد من المدربين اللي واقفين بره. روح انت بقى، روح ايه اللي فات؟ ايه اللي فات؟ انا فادي ده عجبني بصراحه، غدا للعيب كويس فادي. فادي بص يا فادي، سهل على نفسك كده قبل قدام ماشي.